رجعت امبارح عالبيت من مدرستي، لقيت الماما بتبكي والبابا زعلان. سألتهم شو مالكم، شو صاير بغيبتي، ليش الجو متوتر وين اخوتي الكبار؟ شجعي يا ماما، شد حيلك يا بابا، هيني أنا عندكم وإخواتي أبطال. كانوا دايما يحكوا وصوني عليكم، أدير بالي عليكم في هذه الأحوال. مش مدافع عن أرضنا ووطننا، راح نضيع حقنا وتروح الأوطان.